الكرة في غاية الخطورة عند الكوريين، صارت أخطر، صارت أخطر. اللعبة التسديدة مرت بسلام من لاعب خطير هوانغ إين. مباراة صعبة، مباراة صعبة، مرتدة للكوريين بعد تقدم لاعبي منتخب قطر. المنتخب الكوري يتقدم والتسديد، يا الله يا جمالك يا سعد الشيب. جونغ وو مرة أخرى المنتخب الكوري، اللعبة عالية، سعد الشيب يبعدها في غاية الخطورة تمر على لي جونغ. منقولة في الجهة اليسرى، ملعوبة عالية خطيرة أيضا، أعتقد لامست العارضة. ليونغ ينقل الكرة لمصلحة الله 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 الله. برافو سعد الشيب. كيم جين، كيم، شوف الخطر، شوف الخطر عندما يفقد اللاعب الكرة. يلا أكرم، هذه تسليم سليم، الله صادهم على طول. عبد العزيز حاتم صادهم عبد العزيز حاتم صادهم، قذيفة قوية تسكن الشباك الكورية. دقيقة 80، الجهد مطلوب الآن، مطالب أكثر وأكثر المنتخب العنابي. الله 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 الله، لا 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 لا، نعم 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 نعم. هوانغ هوي في موقف تسلل، لذلك الآن العودة إلى تقنية الفيديو المستخدمة طبعا. حكم المباراة خير الله، الله خير الله مجعل خير. الضربة الركنية العنابي، اللعبة الضربة الركنية، الله 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 الله. وحتى في هذا الوقت الخطير، الرأسية صافرة صافرة صافرة، انتهت خلاص، انتهت قبل ما تلعب. وصلت الكرة والمباراة إلى الدقيقة 44. يلا السلامة، يلا السلامة، يلا السلامة، يلا السلامة، الحمد لك يا عظيم الشان، يا الله السلامة، انتهت بالسلامة وفاز منتخب قطر وصنع التاريخ. وشباك سعد الشيب ظلت نظيفة وتأهل منتخب قطر إلى الدور نصف النهائي.